للوقوف أكثر على الوضع الحقوقي في العراق مع تزايد حالات الإخفاء القسري، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. يعني ملف حقوق الإنسان في العراق يعني إلى الآن يشكل معضلة للمنظمات الحقوقية الدولية والعالم، يعني إلى ما ترجع هذه المشكلة، مشكلة حقوق الإنسان؟ هذه المشكلة متأزمة منذ عام 2003. نعم، بالبداية تحياتي للجميع وتحياتي لحضرتكم ولقناتكم، والسلام عليكم، وإن شاء الله أوفي بالقدر الممكن حسب المعلومات المتوفرة عندنا كمنظمة عربية لحقوق الإنسان في النمسا. نحن نعلم عام 2003 بعد احتلال الغاشم أو الاحتلال الأمريكي للعراق، أتم حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وحل الوزارات، حتى الوزارات المجتمع المدني من ضمنها التعليم والتخطيط وكل المؤسسات الدولة. هذا أدى بضعف دولة عراقية كانت قائمة، بغض النظر إن كانت نظام ديكتاتوري أو غير نظام ديكتاتوري، ممكن نتباحث به بموضوع آخر، لكن من حلة الجيش والأمن أنه استباحت القوة الغاشمة اللي هي دخلت. احنا نعرف في بداية الإحلال دخل 70,000 من قوات بدر بموافقة الأمريكان عن طريق البصرة. هذا أدى خلل أمني كبير في العراق، واستمرت هذه المعاملة إلى أن بدأت بالآونة الأخيرة بالميليشيات والحشد الشعبي. الميليشيات الموجودة في العراق هي ميليشيات تابعة لولاية الفقيه، وهذه ولاية الفقيه لها أغراض قومية في العراق والمنطقة أيضا، لأنه بالوقت الحاضر مسؤولين إيرانيين يصرحون ويقولون بأعلى صوتهم إحنا تحت سيطرتنا 4 عواصم عربية: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. إذا العملية الموجودة، التفشي الأمني الموجود بالعراق، هو بدأ من 2003. حضرتك ذكرت، نعم، ب 2003 لأنه حلت الأجهزة الأمنية والجيش العراقي، وأتوا بنوعيات وبشخصيات ليس لها علاقة لا بالوطن ولا كانوا موجودين داخل العراق، ولا عندهم خبرة أمنية، خبرة بالشعب العراقي، خبرة بالمؤسسات العراقية، ولا خبرة حتى بالأجهزة الأمنية. هذه المؤسسات التي خلقت بعد الاحتلال بموافقة الأمريكان، حقيقة هو من بداية كان الحاكم بريمر، حاكم العراق العسكري، هو كانت عنده صلاحيات، ولحد الآن يقولون صلاحياته كانت 10 أضعاف صلاحيات صدام حسين. طيب أستاذ ضياء، كيف ترى جهود الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لإيقاف انتهاكات الميليشيات التي تراها المنظمات الحقوقية الدولية سببا رئيسا لحالة حقوق الإنسان المتردية في العراق؟ الحكومات العراقية، لا توجد حكومة عراقية بالصيغة المعنى الصحيح. أنا قلت من حل الجيش العراقي حلت الأمن، بدأت الفوضى في العراق، سرقت البنوك، سرقت المتاحف، سرقت كل شيء ما في العراق. هذه الدولة الموجودة بالعراق هي تسير من قبل إيران، لأنه هادي العامري يحكم أكثر مما يحكم رئيس الوزراء الموجود بالعراق، وهو يقول ذاك، هو يقول هذا، يقول نحن أقوى من الجيش العراقي، وفعلا هم عندهم الدبابات والطيارات والدروع، هذه كلها موجودة عندهم عند هادي العامري. يعني الحكومة العراقية لا يمكن تحرك ساكن اتجاه هذه القوة الموجودة في العراق، تخطف هذه القوة وتجبر الحكام والقضاء. أنا لا أرد أشكك بنزاهة بعضهم، أيضا تجبر الحكام والقضاء بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي. أستاذ ضياء، يعني الديوانية حقيقة 12 سنة يحالوه يحيل إلى المحكمة مكبد الأيادي ومغلق عيونه، يقدموه للمحكمة.
بحسب تقرير الخارجية الأمريكية صادية، يعني هناك تقرير الخارجية الأمريكية يتحدث أيضا عن الميليشيات، ميليشيات الحشد تحديدا، يقول التقرير أن هذه الميليشيات هي خارج سيطرة حكومة بغداد. ولكن ما تداعيات ذلك أستاذ ضياء؟ يعني أن تبقى هذه الميليشيات خارج سيطرة حكومة بغداد، ما تداعياتها على حالة تردي حقوق الإنسان المستمرة في العراق التي باتت يعني في ظل بقاء الميليشيات فوق الدولة وسيطرتها على العراق فوق سيطرة الدولة؟ نعم، الميليشيات الموجودة احنا نعرف في مناطق حتى في الموصل بعد تحرير الموصل لحد الآن هي سيطرة تامة أكثر من الحكومة العراقية على منطقة الموصل هذه الموجودة، بس هي هذه الميليشيات أسست ودربت من قبل الأمريكان. إحنا ما نريد نبرئ الأمريكان من عملية التدريب مالهم ومشاركتهم بالقتال مع هذه الميليشيات ضد أبناء الشعب العراقي في المنطقة الغربية. يعني إحنا نعلم الاعتقالات الموجودة في المنطقة الغربية، الاعتقالات العشوائية تقريبا منطقة الرمادي، يعني فرغت من الرجال لأنه الاعتقالات الموجودة الاعتقالات العشوائية بالآلاف حسب الأمم المتحدة، تصريح الأمم المتحدة أنه 17,000 معتقل موجودين بدون أي تهمة بالمنطقة الغربية. يعني هذا خلل اجتماعي، خلل عرفي موجود، لأنه القضاء العراقي لا يمكن القضاء العراقي وأي قضاء بالعالم لا يمكن أن يكون القضاء عادل ومستقل إذا موجودة جهات مسلحة تسيطر عليه وتجبر القضاء بالقول أو بالحكم ضد كثير من القضايا الموجودة مثل ما يحدث في الموصل أو يحدث في كركوك أو يحدث في ديالة حتى في جرف الصخر. يعني يطلعون في جرف الصخر، احنا نعلم جرف الصخر منطقة يعني محرمة حتى على الحكومة العراقية بقول أياد علاوي، هو أحد أركان الحكومة العراقية، وقال نتحدى أي واحد من المسؤولين يذهب إلى جرف الصخر. ويطلعون فيديو شباب اثنين يتحدثون عن أنه الحالة مستقرة هناك وأمان عندنا، وطلعوا بعض العوائل وما رجعوا. يعني في الكلام تبرير، يعني هل معقول هذا؟ لنتحدث فقط عن يعني جرف الصخر، يعني هذا مثال عن ما جرى وتعرضها للانتهاكات، أهلها تعرضوا إلى التغييب القسري، انتهاكات الميليشيات أوصلت الحالة في مدن بعينها الكثير، يعني من المدن في ديالة، في صلاح الدين، في الموصل، في بابل تحديدا، في جرف الصخر، وكذلك في أطراف بغداد. فقط في الأنبار يعني تحدث تقرير عن أن الرجال بقوا يعني غائبين بعد تغييب أكثر من 9,000 شخص قسريا. لماذا برأيك أستاذ ضياء تشهد مدن ومحافظات بعينها ارتفاعا كبيرا في الانتهاكات عن باقي المحافظات؟ احنا تكلمنا عن الحكومات السابقة المتعاقبة السابقة عن الأحداث اللي تحدث وهي مرتبطة مع بعضها. يعني في زمن نور المالكي اللي هو طائفي يعني بدرجة امتياز ممكن نقول عنها، المالكي كان طائفي وهذه العمليات الموجودة طائفية. يعني لحد الآن احنا قاعد نشوف بوسائل التواصل الاجتماعي موجودات الهتافات الطائفية والأفلام الطائفية، وأتت منها وخرجت من هذا الموقع. وحقيقة هذا الموضوع موضوع طائفي بحت، أولا لإخلاء هذه المنطقة من سكانها الأصليين، إجبارهم على المغادرة البلاد، إجبارهم على الهجرة ليست داخل العراق وإنما خارج العراق. هم ما يريدون هذه المنطقة تسكن بها، لأنه بالموصل حتى في شمال الموصل صار تهجير قرى كاملة. يعني احنا درسنا الموضوع، او حتى في منطقة سنجار اللي هي موجودة داخل الموصل. اخي هسه بالوقت الحاضر الاكراد الموجودين او اليزيديين الموجودين يريدون ان يعودون الى ديارهم، والحكومة الاقليمية لحد الان ما تقبل بعودة الناس وادعائهم انه هذه المنطقة غير آمنة. إذا هذه المنطقة غير آمنة كيف تجيبون أتراك من تركيا، أكراد من تركيا وتسكنوهم بهذه المنطقة؟
إذن العملية تبديل ديمغرافي بحت وتبديل ديمغرافي في كل أنحاء العراق، ليست بالمناطق الوسط والشمال والمنطقة الشرقية. بالمنطقة الشرقية أيضا بدلت مناطق كاملة، نعم. يعني بديالة بدلت مناطق كاملة، لأنه إجوا سكنوا بها مناطق. أنا امبارح كنت اتصال مع أحد الأخوة من الموصل، كان زميل إلي، اتحدث لي قال لي ضياء إنه أنا من 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 سكنة الساحل الأيمن في الموصل، أنا هسه أريد أروح للموصل حتى أندل هذه المناطق. ما أندل هذه المناطق لأن غيرت تماما، جرفت تماما هذه المناطق. إذن العملية مبرمجة من قبل أجهزة مدعومة من إيران، أو هي إيرانية 100%، بغض النظر أن يكون هو لامي ولا دليمي ولا أم، كلهم إيرانيين بحت، وهذه الألقاب لا تعني إن المهم هو اللي يعني ولا أهل الولاء مالته العراق ولا الولاء مالته لإيران. أكثر الموجودين في الحكومة العراقية هم ولاءهم 100% إلى ولاية الفقيه مع الأسف. شكرا لك أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من النمسا.